على السلامة يا باشا. الله يسلمك. انت جيت؟ لا لسه ما جيتش يا ست هانم. ايه الاسلوب ده؟ مش ده الاسلوب اللي عايزاني انت وامك عاملكوا بيه؟ وايه دخل مامي دلوقتي؟ ما هي داخله في كل حاجه، مش مخليانا حتى نتنفس. انت جاي من بره عايز تتخانق وخلاص؟ اه خلاص، عايز اتخانق وخلاص، دماغي اتقفلت، ما بقتش قادر اتحمل. انا عملت لك ايه؟ المشكله انك ما عملتيش. بصي انت لابسه ملون ازاي؟ في الوقت اللي انا كنت منتظر منك انك تقفي جنبي هناك تطبطبي عليا وانا باخد العزا بتاع امي. والله انا قلت لك ان الاماكن دي مش من مستوايا. لما انت بتستعري مني ومن عيلتي اتجوزتيني ليه؟ ها؟ اتجوزتيني ليه؟ ما كان عندك ولاد البشوات ولا كابري من مستواكي. ولاد البشوات دول انا فضلتك عليهم، بس انت مش مقدر النعمه اللي انت فيها. نعمه؟ ده انا عايش معاكوا في نار جهنم. ولو كانت هي دي النعمه انا مش عايزها. وادي النعمه اهو. اهو اهو. فايق فايق. الباقي بحياتك يا فايق. حياتك الباقي متشكر. اتفضل. كلكم والامكم. انا عارف انها عمرها ما تتعوض. هنعمل ايه؟ ده امر ربنا. بس انا جبت لك معايا حاجه صغيره كده عشان خاطر تغير مودك وتبسطك شويه. متشكر. ايه ده؟ ده الشيك اللي احنا اتفقنا عليه. اول ما وسيله حطت لي فلوس في الحساب قلت لازم اعمله لك واجيبه لك لغايه عندك عشان تعرف ان ادهوم بيوافق وعد. بس دول 100,000 جنيه بس؟ بس بس ايه؟ ده انا كنت فاكرك هتفرح. امال انت كنت عايز ايه؟ ده يجي ايه جنب الثروه اللي انا جبتها لك انت ومراتك؟ انت بتنق بقى؟ بتنق صح؟ ده رزق يا اخويا وربنا بعته لنا. انت كنت عايز شريكنا فيه لا سمح الله. ولولايا ما كانش جالكوا. وانا عارف وانت عارف كويس اللي كان ممكن يحصل. لا فوق يا فايق، فوق اصحى. اوعى تكون فاكر ان انت ماسكنا من ايدينا اللي بتوجعنا. ما تخليهاش تهرب منك. انت عملت خدمه وانا دفعت ثمنها. ها؟ يعني خالصين رايح جاي. انت شايف كده؟ شايف كده. ولو مش عاجبك روح اشتكي. ماشي مقبوله منك علشان المدام. احترم نفسك. بعدين ايه اللي جاب سيره المدام؟ ما انا بكلمك راجل لراجل اهو. وايه الاسلوب ده؟ انت تستقل بيا انا؟ الله 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 الله. هو انا استجري؟ ده انت ادهم بجوز وسيله هانم صاحبه المال، وانا هبقى مجرد موظف عندكم. والله برافو عليك انك عارف انك مجرد موظف عندنا، عشان كده حافظ على لقمه عيشك. حافظ عليه عشان الشغل شحيح شحيح قوي. اهو امرك يا دبي. برافو برافو. انت عندك بنت ربيها. ده انا شكلي عفو عليك يا ابن النصابه. تحملتها يا امها كتير. كنت باجي على نفسي عشان ما اهدش البيت، بس دلوقتي خلاص عرفت منهم ما بقتش طايقهم. هو انت كل ما تيجي من عند البومه دي وامها تيجي متضايق ومتنكد كده؟ بومه حلوه. بومه دي انت بتجيبي المصطلحات دي منين؟ منين يعني؟ ما هو ده اسمها الحقيقي. الله شفت ضحكتك حلوه ازاي؟ انا ما بقدرش اشوفك ابدا وانت متضايق او زعلان. انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. انت الوحيدة اللي بتهوني عليا. ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا انت كمان يا حبيبي، يا كل حاجة ليا في الدنيا. عايزة ايه؟
مش هترجع يا فايق لبيتك ومراتك بقى؟ لحد ما تعترفي بغلطك وتيجي تعتذري. جرى ايه يا فايق؟ انت مكبر الموضوع كده ليه؟ لانه فعلا كبير يا هانم. ولا خلاص احاسيسي ومشاعري مالهمش قيمه عندك؟ خلاص ارجع البيت وبعدين نتكلم. مش راجع. ايه يا فايق؟ انت فين من الصبح قالب عليك الدنيا؟ كمان ما بتردش على الموبايل بتاعك. كان عندي كان مشوار مهم وبعدها رحت المحكمة. وايه اللي انت عملته مع منال ده؟ هي قالت لك؟ ايوه قالت لي، زعلانة منك جدا. انا اللي زعلان منها ومقهور كمان. يا للدرجة دي؟ للأسف ما عندهاش مشاعر، ما بتقدرش احساس اللي قدامها. منال يا فايق بتقلب امها، طلعالها في كل حاجة. وانا ياما حذرتك، ياما قلت لك يا فايق خلي بالك، منال صورة طبق الأصل من امها للأسف. بس انا خلاص تعبت، مش قادر اتحمل الاسلوب ده. مالك يا مان تعبت؟ بس هنعمل ايه؟ ده قدرنا ولازم نستحمل. يلا انا هخلص البوستة اللي قدامي ونروح انا وانت على البيت، عشان منال مستنياك على نار. وماله؟ خليها كده على نار، ان شاء الله حتى تحرقها. انت واعي اللي انت بتقوله؟ ايوه واعي، وبلغها اني مش هرجع البيت الا في حاله واحده بس. ايه هي يا ترى؟ انها تجيلي، تجيلي وتعتذر لي وتوعدني ان اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. يا سلام، ده انت متفائل جدا. منال انت عارفها اكتر مني، وعارف ان كرامتها وكبريائها عندها بالدنيا، ولا يمكن تعمل كده. وانا ايه؟ ما عنديش كرامه ولا ايه؟ فايق، عشان خاطري انا تسامحها. اديها يا اخي فرصه اخيره عشان خاطر بنتك. ما هو عشان بنتي لازم اعمل كده. انا مش هستنى لغايه ما تهزقني قدامها. ده اخر كلامك؟ ايوه ده اخر كلام. انا اذنك. انما ازاي يتطول ويطلب طلب زي ده؟ بنتي انا تعتذر له؟ لا اكيد اتجنن. اتجنن عشان عايز مراته تحس بيه وتعتذر له؟ بنتي ما غلطتش ولا عمرها هتعتذر لحد. يا عصمت ما تقويش البنت على جوزها. اقويها يعني ايه؟ انت شايف البنت ضعيفه؟ لا ضعيفه ازاي؟ تبقى بنت عصمت هانم وضعيفه. بعدين يا مامي هنعمل ايه؟ ولا يهمك يا حبيبتي، بكره يجيلك راكع زي الكلب تحت رجليكي لما تزبليه. افرضي اصر بقى وركب دماغه. يا ريت، عشان اطلقك منه واجوزك واحد يليق بمستواكي ومستوايا. يا ستي ما تخليكي محضر خير. يوه انا بحب. انفورشنتلي ما ينفعش، الماضي بيتبني على عليه الحاضر والمستقبل. انت عاجبك حال بنتك كده؟ مالي يا مامي، ما انا قاعده وسط جوزي وبنتي، والخناقات اللي بتحصل دي بتحصل في اي حته. غبيه،